السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الراية القطرية الخليفي توجيهات صاحب السمو وراء نجاح بطولاتنا. في الشرق القطرية اختتام كونغرس أنوك بمشاركة قطرية متميزة. في استاد الدوحة القطرية الأحمر مستقر والرهيب مبهر. فهد العمادي كتب في الوطن القطرية برشم أيقونة ومفخرة. في المدى العراقية 90 دقيقة تفصل الصقور عن اللقب الأسيوي. في الجريدة الكويتية التضامن يعيد الأصفر إلى سكة الانتصارات. في المنتخب المغربية النقاش لاعب الوداد سنكون أسياد أفريقيا. في الشروق الجزائرية ماجر لا مشاكل مع فيغولي. ولن أغير منتخبا كاملا. في بيلد الألمانية بايرن ميونخ ودورتموند قمة تفوق 5 مباريات. في الديلي ميل البريطانية مورينيو ينتقد كونتي بسبب تصريحاته عن الإصابات. في ماركا الإسبانية خافيير تيباس غوارديولا يفهم قليلا في القانون. في جلوبو البرازيلية مطعم ميسي يزيل صورا لنيمار. كانت هذه أبرز عناوين صحف اليوم، المزيد من الأخبار والأحداث التي نقلتها الصحف الصادرة اليوم تأتيكم بعد قليل، تابعونا. نبدأ حلقتنا من الصحف الصادرة في الدوحة ونستهلها من الراية التي كتبت: حافظ على صدارة الدوري بفوز صعب 4-2 بعد أن كان متقدما 3-0. الدحيل أفلت من مفاجآت الفرسان. نجحي مدرب الخور الحديث عن الهبوط لا يزال مبكرا. بالماضي مدرب الدحيل حققنا الفوز الذي خططنا له. مستمرون مع دوري النجوم، ومن الراية نقرأ أيضا: حقق فوزه السادس وقفز إلى وصافة الدوري بفارق الأهداف. الريان يضيف القطراوي إلى قائمة ضحاياه. توندي يحصل على إنذارين في دقيقة واحدة ويخرج مطرودا ويترك الأصفر بعشرة لاعبين. جابرييل كالديرون مدرب قطر: الحكم قتل المباراة والاعتذار لا يكفيني. أخطاء الحكام غير مقبولة وتهدي البطولات لفرق بعينها. لا يهمني التفكير في مصيري وسأواصل العمل من أجل البقاء. أما لاودروب مدرب الريان فقال: فوز مهم يعطينا دفعة كبيرة. موضوع آخر نتابعه من الراية على هذه الصفحة: ناصر الخليفي يتوج البطل وجوف توج الوصيف. الشربجي يقتنص كأس قطر كلاسيك للسكواش. ناصر الخليفي رئيس اتحاد التنس والسكواش والريش الطائرة: الشكر والتقدير لصاحب السمو على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين. توجيهات سموه دائما وراء نجاح بطولاتنا الدولية للتنس والسكواش. ندرس مع الاتحاد الدولي للسكواش تنظيم بطولة أكبر بجوائز مغرية. محمد الشربجي: التنظيم رائع جدا ولعبنا في مناخ مثالي. إلى حوار أجرته صحيفة الراية مع وولفانغ ثيرب رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات النارية، نتابع أبرز ما قاله من خلال هذه العناوين على هذه الصفحة: قطر قادرة على استضافة كبرى البطولات العالمية. الدعم الحكومي يعطي الرياضة القطرية قوة كبيرة ويجعل لها أصداء عالمية. استضافة بطولتي العالم للسوبر بايك والموتو جي بي لثقة الاتحاد الدولي بالدوحة. أتمنى أن تكون قطر بوابة عودة المنتخب النمساوي لنهائيات كأس العالم. سعيد بالتعاون مع الاتحاد القطري وتركيزنا على تكوين قاعدة للدراجين الصغار. قطر تشهد تطورا كبيرا وهناك تغييرات مستمرة تضعها في مصاف الدول المتقدمة.
إلى صحيفة الشرق التي عنونت على هذه الصفحة: أكد على ضرورة استقلالية اللجان الأهلية الأولمبية وعدم التدخل فيها من قبل الحكومات والهيئات الرسمية. اختتام كونغرس أنوك بمشاركة قطرية متميزة في براغ. وموضوع آخر نتابعه في الصفحة ذاتها: الليلة انطلاق منافسات التصفيات الأسيوية. الأحرق لاعب العنابي وكولتورال الإسباني: نحتاج فزعة جماهيرنا. العراقي واللبناني تحت مجهر العنابي في تصفيات الشباب. بيدرو ميغيل: أتوقع مستوى شرسا للمنافسة. نبقى مع الشرق ونطالع أيضا هذه الصفحة: فرض عليه التعادل وأهدر فرصة الفوز الثاني. المرخية كشف الغراف. تقدم مبكر لفايس ونهاية حزينة بالتعادل الرابع. يوسف آدم راض بالنتيجة. جان فرنانديز: أشعر بخيبة أمل. إلى تحقيق أجرته الشرق حول أوضاع نادي الأهلي متابع سويا: العميد جسد بلا روح، أهلي كبروس إلى أين؟ المحترفون أشباح وتغييرهم مطلوب. الإدارة مطالبة بإنقاذ الفريق قبل فوات الأوان. صفحة أخرى من الشرق نطالع فيها: هيمنة بريطانية على السوبر بول 2 وسباقات اليوم تحدد الأبطال. مسك ختام مونديال السوبر بايك الليلة. تكريم عادل حسين وأبطالنا جاهزون للسوبر سبورت. نتحول إلى صحيفة الوطن القطرية وغلاف ملحقها الرياضي: الدحيل يتمسك بالصدارة والريان يلاحقه. المطاردة مستمرة. وفي أسفل الصفحة أيضا نقرأ: إساءاته للإعلاميين مستمرة وسقطاته زادت. بالماضي تعدى الحدود. الصحيفة استنكرت تهجم مدرب الدحيل جمال بالماضي على جريدة الوطن ووصفها بالكذب وعدم التربية. إلى الوطن ونتابع في صفحتها الأخيرة مقالا جاء تحت هذا العنوان: برشم أيقونة ومفخرة. فهد العمادي كاتب المقال أشاد ببطولات برشم واعتبر أن تجربته تدرس للأجيال القادمة. العمادي أكد أن تتويج برشم بجائزة أفضل رياضي آسيوي يشكل أبرز رد على محاربة دول الحصار له، وبخاصة بعد قيام الذباب الإلكتروني السعودي بالريتويت دعما لمنافسه الكيني. وتؤكد كذلك على العزيمة والإصرار على رفع اسم قطر عاليا خفاقا. إنجاز آخر يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة القطرية عامة ولسجل البطل العملاق معتز برشم بفوزه بجائزة أفضل رياضي في آسيا لعام 2017. فالبطل معتز يثبت أنه أيقونة الرياضة القطرية والآسيوية والعالمية رغم صغر سنه، إلا أنه والإنجازات توأمان ملتصقان لا يتفارقان أبدا، ويعتبر مرآة مضيئة لأسباير. فلم يكتف معتز بما تلقاه في الأكاديمية، بل وظف موهبته في صالح وطنه واستغلها أفضل استغلال من أجل تحقيق الإنجازات. معتز اليوم ليس رياضيا عاديا، وإنما رياضيا من العيار الثقيل، وأصبح أفضل استثمار كونه خير من يمثل الرياضة القطرية في المحافل العالمية. فهنيئا لنا هذا الإنجاز الكبير قيادة وحكومة وشعبا. وفوق الصعد يا بلادي. ننتقل إلى صحيفة العرب وفيها نقرأ: في منافسات الشراع والصيد باللفاح والدراجات المائية، التحدي البحري يعود لكورنيش الدوحة. نقرأ أيضا في نفس الصفحة: كأس الاتحاد للرماية، تتويج العذبي وسارة في الدبل تراب والسكيت. نختم مطالعاتنا لصحف قطر من استاد الدوحة التي أجرت تحقيقا وهذا عنوانه: ماذا قدم دوري تحت 23 سنة؟ 104 لاعبين ظهروا في دور النجوم والبطولة الوليدة السد الوحيد بدون لاعبي الفريق الأول، والبطولة تمطر أهدافاً.
إلى العراق، ومن صحيفة المدى نطالع ماذا كتبت عن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي وفريق القوة الجوية. نتابع المدى. 90 دقيقة تفصل الصقور عن إحراز لقب الكأس الآسيوي. السيد يضع خطة محكمة لتعطيل مفتاح استقلال. إذن يبحث فريق القوة الجوية اليوم عن إحراز اللقب الثاني لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي الذي تبلغ جائزته $1,000,000، عندما يحل ضيفا على فريق استقلال بوشنبا بطل طاجيكستان. ومن نفس الصفحة أيضا نتابع هذا المقال للكاتب رعد العراقي الذي جاء تحت عنوان يوم للإنجاز القاري. الكاتب أكد ثقته في قدرة لاعبي القوى الجوية على الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي. أبناء القلعة الزرقاء يدخلون اللقاء وهم يتوشحون بوسام البطل، وهي ميزة قد تكون في صالحهم إن أحسنوا التعامل معها بفكر عال واتزان تكتيكي يمنحهم الأفضلية في ترويض المنافس ووضعه تحت ضغط جماهيري. والحديث هنا يتركز على الجوانب النفسية التي يمكن أن تشكل عاملا حاسما في بعثرة خطط الفريق التاجيكي. الصقور مطالبون بأن يعيدوا إنجاز الموسم الماضي عندما نجحوا في خطف اللقب الآسيوي الأول، وهم اليوم أمام اختبار لا يخلو من الصعوبة عطفا على ظروف المباراة، إلا أن الجماهير العراقية لديها من الثقة باللاعبين وجهازهم الفني بقيادة السوري حسام السيد ما يجعلهم بانتظار الصقور وهي تهبط على أرض الوطن وبأحضانها الكأس الغالية. إلى الكويت، ومن صحيفة الجريدة نقرأ سويا. التضامن يعيد الأصفر إلى سكة الانتصارات. في التفاصيل، اكتسح فريق القادسية فريق التضامن بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن الجولة السابعة للدوري الكويتي، ليصعد الفريق الأصفر إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 9 نقاط. ومن نفس الصفحة أيضا نقرأ الحساوي يقترب من العودة إلى كرة القادسية، وبوسكندر أمين السر بالنادي كاظما شبع ظلما من الحكام. ونقرأ كذلك محمد إبراهيم مدرب العربي الفوز على النصر انطلاقة حقيقية للأخضر. ونذهب إلى الأردن، ومن صحيفة الدستور نطالع أيضا لقاء وحيد في ختام الأسبوع الثامن لدوري المناصير للمحترفين. اليوم الرمثا يتجاوز الحسين بثلاثية ويحلق بالصدارة. وأيضا من نفس الصفحة نقرأ الفيصلي والبقعة نقطة بنقطة، وشباب الأردن يفك شراكته مع الأهلي. إلى لبنان، ومن صحيفة المستقبل نقرأ الصفاء يستعرض على حساب الأنصار وينفرد بالصدارة. إذن انفرد فريق الصفاء بصدارة الدوري اللبناني لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب الأنصار وبثلاثة أهداف لهدف في افتتاح الجولة السابعة. وبهذه النتيجة يرفع الصفاء رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، فيما بقي الأنصار عند النقطة 11 في المركز الثاني مؤقتا. وسريعا نطير إلى المغرب ونتابع ماذا كتبت الصحافة هناك عن نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري الليلة. ونقرأ من صحيفة المنتخب. إبراهيم النقاش سنكون أسياد أفريقيا. قائد فريق الوداد البيضاوي أكد ثقته في تحقيق الفوز اليوم على الأهلي المصري والتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ النادي، والتأهل لمونديال الأندية، وهو الحلم الذي طال انتظاره للفريق الودادي. نبقى في أجواء النهائي الأفريقي ونتابع هذا المقال من صحيفة المنتخب المغربية أيضا الذي جاء تحت هذا العنوان كلنا وداد، بقلم بدر الدين الإدريسي الذي وصف اللقاء بأنه بين فريقين كبيرين على التتويج بأقوى ألقاب الأندية بالقارة السمراء. نتابع ماذا قال الكاتب في السطور التالية.
90 دقيقة هي عمر الزمن الكروي لمباراة اليوم بالدار البيضاء بين الكبيرين الوداد والأهلي المصري. يقف لقب يزن ذهبا، لقب قاري قيمته ليست فيما سيجلبه من مال للوداد البيضاوي، ولكن قيمته الأرقى هي في العالمية التي ستشرع أبوابها في وجه الفرسان الحمر ليخوضوا بمعية كبار العالم وأسياد القارات الست كأس العالم للأندية. وقيمته الأرفع هي أن كرة القدم المغربية ستتقدم نحو ريادة إفريقية ضاعت منها لعقود من الزمن يوم خفت الصدى وساءت النتائج وتقلص الحضور. إلى الجزائر، ومن صحيفة الشروق نختم منها جولتنا في الصحافة العربية. نتابع، قال إنه رفض إهانة مبولحي وأقنع مجاني بالعودة. ماجر: لا مشكلة لي مع فيغولي، لم أبعده بسبب تصريحاته ولن أغير منتخبا كاملا. المنتخب ليس حقل تجارب، أريد الأفضل والغائبون حاضرون في القائمة الموسعة. جولتنا العالمية نبدأها من ألمانيا ومع صحيفة بيلد التي تطرقت لمباراة القمة في الدوري الألماني التي ستجمع بروسيا دورتموند المتعثر ببايرن ميونخ المنتشي تحت قيادة المدرب المخضرم يوب هاينكس تحت هذا العنوان. نقرأ من بيلد: قمة تفوق 5 مباريات. بيلد قالت إن يوب هاينكس المدرب المخضرم لبايرن ميونخ سيسعى لتوجيه ضربة شبه قاضية لبروسيا دورتموند أحد أبرز منافسيه على اللقب عندما يحل ضيفا عليه في أبرز وأهم مباريات الجولة 11 من البوندسليغا. الصحيفة أشارت إلى أن مواجهة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ تفوق في أهميتها المباريات 5 الأخرى التي ستقام اليوم في هذه الجولة. إلى الصحف البريطانية ومع صحيفة ديلي ميل والانتقادات الساخرة التي وجهها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لنظيره الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي قبل 24 ساعة من لقاء الفريقين. ماذا قال السبيشال ون؟ نتابع. مورينيو ينتقد كونتي بسبب تصريحاته المستمرة عن الإصابات. الديلي ميل قالت إن مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد علق بطريقة ساخرة على تصريحات كونتي مدرب تشيلسي الذي تحدث عن الإصابات التي توصل العصف بعناصر فريقه في الوقت الحالي. مورينيو انتقد كونتي قائلا: هل يتوجب علينا البكاء والتذمر قبل كل جولة بسبب الإصابات والغيابات؟ إلى إسبانيا ومقال من صحيفة سبورت بقلم الكاتب أرنست فلوك الذي تناول في مقاله الأزمات التي تعصف بريال مدريد محليا وقاريا. الكاتب وتحت عنوان كريستيانو يزيد من حد الأزمة أكد أن الدون في طريقه لمغادرة ريال مدريد. لم يكن متوقعا في أي سيناريو أن تعصف الأزمات بريال مدريد. نتائج الملكي باتت مخزية على المستويين المحلي والقاري. ضعف مذهل لكتيبة زين الدين زيدان بعد سلسلة من الثناءات التي أمطرته كأفضل مدرب في العالم. أين هم أولئك الذين شبهوا مدريد زيدان ببرشلونة غوارديولا؟ ها هو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي يوجه ضربة قاسية لمعنويات الإدارة وجماهير الملكي ويزيد من أزمات فريق العاصمة الإسبانية ويعلنها أنه ليس سعيدا بما يتقاضاه وبما يقدمه مع الفريق ولن يجدد للفريق الملكي إذا استمرت هذه النتائج. نبقى في إسبانيا ونتحول إلى صحيفة ماركا التي أبرزت تصريحات لخافيير تيباس رئيس رابطة الليغا الإسبانية هاجم فيها بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. ما هي خلفية هذا الهجوم؟ نتابع سويا. خافيير تيباس: غوارديولا لا يفهم، غوارديولا يفهم قليلا في القانون. ماركا نقلت التصريحات الغاضبة لخافيير تيباس رئيس رابطة الليغا الإسبانية التي وصف فيها بيب غوارديولا بأنه أحد أفضل المدربين في العالم، ولكنه أردف قائلا: مشكلة غوارديولا أنه لا يفهم كثيرا في القانون وحقوق الإنسان. الصحيفة قالت إن تصريحات تيباس جاءت تعقيبا على استنكار غوارديولا لاعتقال السلطات الإسبانية لمستشارين سابقين للحكومة الكتالونية بسبب أفكارهم، وكل ذلك يأتي على خلفية محاولات إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا.
نذهب إلى قارة أمريكا الجنوبية ومع جلوبو البرازيلية، الصحيفة البرازيلية التي تناولت ما وصفتها بالصدمة التي تلقتها جماهير فلامينغو بإيقاف نجمها البيروفي باولو غيهيرو. ماذا عن أسباب الإيقاف؟ نتابع. فيفا توقف غيهيرو 30 يوما بسبب الكوكايين. جلوبو قالت إن جماهير البيرو وفلامينغو البرازيلي تلقت صدمة كبيرة عندما تم الإعلان عن نتائج الفحص الطبي لنجمها البيروفي باولو غيهيرو الذي أكد وجود نسب من الكوكايين في دم اللاعب. الصحيفة قالت إن النادي يشكك في نتائج الفحص ويدعي أنه تم تلفيق هذه النتائج لإلحاق الضرر بفلامينغو. نتائج الفحص أدت إلى إيقاف اللاعب من قبل فيفا لمدة 30 يوما. مشاهدينا، نختم حلقتنا اليوم مع فقرة غريب عجيب. لماذا أزيلت صور نيمار من مطعم ميسي؟ التفاصيل في السطور التالية. الديكور والصور المعلقة على الجدران هي أكثر ما يشد انتباه من يرتاد المطعم الذي يمتلكه ليونيل ميسي منذ عام ونصف العام في مدينة برشلونة. ولعل أبرز الصور التي تظهر في المطعم هي صورة قمصان الثلاثي الناري السابق لبرشلونة، ميسي، سواريز ونيمار. لكن إدارة مطعم ميسي قررت مؤخرا إزالة قميص البرازيلي نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان. إدارة المطعم قالت إنها لا تكن أي ضغينة لنيمار، وأنها تتمنى أن يتواصل توافد الزبائن البرازيليين إلى المطعم. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. يتجدد لقاؤنا بكم غدا في نفس التوقيت. دمتم في رعاية الله.